ما فيش عدد معين صريح او هو ده او اللي هو one answer fit all، ما ينفعش. لانه في مثلا بلاد كتير قوي في اوروبا بياكلوا لحد 5-6 مرات في اليوم، وفي كمان بلاد في افريقيا بياكلوا من مره لمرتين في اليوم واوزانهم متقاربه. بس اللي نقدر نقوله هو ان اغلبية الناس لو هم فعلا انتون او عندهم اشارات شبع وجوع منتظمة او بتشتغل بطريقة كويسة، فهم بيحسوا بالجوع كل 3-4 ساعات. فده بيحطنا في ان احنا ناكل مثلا من 3 وجبات ومن 1 سناك ل3 سناك، ولكن برضو بتختلف من شخص للتاني، بس اكيد مش هنقلل عن 3 وجبات في اليوم.